ظاهرة توقف المنصات الإعلامية المؤيدة للثورة السورية مستمرة. آخر تلك المنصات هي إذاعة هوا سمارت التي أعلنت إيقاف بثها بعد انقطاع التمويل، كما خفضت وكالة سمارت عدد مراسليها وموظفيها بنسبة 95%. وتعاني العديد من وسائل الإعلام التي تصنف في إطار الإعلام المعارض من التوقف المفاجئ للتمويل، حيث طال الإغلاق العديد منها. تفاصيل أوفى في المادة التالية. ينضم إلينا رئيس رابطة الصحفيين السوريين من باريس علي عيد. مساء الخير أستاذ علي. يعني الشهر الماضي الهيئة السورية للإعلام، اليوم إذاعة هوا سمارت، وسبقهم الكثير وأيضا لذات الأسباب وهو توقف التمويل. ما الذي تستطيع أن تقدمه الرابطة لهذه الحالات؟ مساء الخير لك ولجمهورك الكريم. أهلا. الحقيقة رابطة الصحفيين السوريين يعني تعمل على متابعة مثل هذه القضايا. هي تهتم في بشأن الزملاء الإعلاميين، بقضايا توقف بعض المؤسسات الإعلامية عن العمل. حقيقة هي المشكلة، يعني دراسة ومعرفة المشكلة أساسا، وتحديد يعني تساعد في تحديد الأولويات بهذه المسألة. نعم. الرابطة كجهة تهتم بالدعم المادي والمعنوي الصحفيين، هي ما زالت يعني تعمل في إطار التخطيط، ولديها مشروع عمل بهذا الاتجاه. هذا المشروع ليس ناجزا. السبب الأساسي أنه رابطة الصحفيين السوريين لا تملك صندوقا ماليا للحقيقة لتعويض الصحفيين أو دعمهم، وبالتالي هي تعمل على التواصل مع المؤسسات التي يعني تتعرض لمشكلات وقف التمويل. وبالتالي أيضا هناك مشكلة أخرى، أن بعض هذه المؤسسات في الحقيقة قد تكون إداراتها وهمية على سبيل المثال، لا تجد جهة تستطيع محاورتها للدفاع أو للمطالبة بحقوق هؤلاء الصحفيين. وبالتالي يعني المرحلة القادمة سيكون فيها التركيز. يعني لدينا الآن خطة عمل وحملة من أجل دعم وحماية الصحفيين. سيتم التواصل مع المؤسسات الإعلامية حقيقة، والبحث في قضية وجود عقود، البحث في قضية الأمن الوظيفي بالنسبة للصحفيين، وقضايا أخرى تتعلق يعني أستاذ علي، قبل إنشاء هذه الرابطة وحتى اليوم بعد إنشاء هذه الرابطة، السبب الرئيسي وراء توقف عمل الصحفيين هو يعني توقف الدعم. برأيك كصحفي واليوم كرئيس رابطة الصحفيين السوريين، يعني ما هو السبب الحقيقي وراء توقف هذا الدعم؟ أنا أعتقد ولا أريد أن أجزم، يعني أن هناك كثير من مشاريع إعلامية أو محاولات إقامة مشاريع إعلامية يعني كانت تخضع لمزاج الممول أو تبعا لظرف معين. يعني هناك جهات قامت بالتمويل بحثا عن وسيلة إعلامية تقوم بتسويق مشروعها خلال فترة معينة. لا أريد أن أخص لكي لا يعني لكي لا أكون لكي لا ألقي تهما جزافية باتجاه هذه الوسيلة أو تلك، لكن جميعنا يعلم أن هناك وسائل إعلامية هي عبارة عن مشاريع مؤقتة كان الهدف منها الحقيقة مش تقديم الخدمة الإعلامية الحقيقية بضوابطها الحقيقية
بأسس صحيحة ومنهجية، لكن كانت تعمل ضمن ظرف معين كمشروع جزئي، إما يخدم رؤية حزبية أو يخدم رؤية مجموعة مقاتلة على سبيل المثال، أو مجموعة يعني على هذه الطريقة. لذلك هذه المشاريع مسألة يعني انتهائها واختفائها فجأة يعني أعتقد هو محصلة طبيعية. يعني أستاذ علي، هل ترى في المستقبل توقف مجموعة أخرى من هذه المواقع وأيضا يعني المنصات الإعلامية عن العمل؟ أنا وجهة نظري أن الصبحة يعني ستكر، يعني هناك هناك يعني الحقيقة وسائل إعلام أو منصات أو شبه مشاريع يعني هي مهددة الحقيقة بالتوقف، وبالتالي الممول أو مجموعة الممولين يعني لديهم خطة عمل بهذا الاتجاه. لا نعلم متى يعني يقررون وقف الدعم لهذه الوسيلة أو تلك، لكن على الجميع أن يتوقع وجود هذه المشكلة، وعلى الجميع أن يتوقع أن المؤسسات الغير العريقة أو التي لا تمتلك نظام عمل حقيقي وغير مرخصة ولا تتبع منهجيات ولا مواثيق شرف أساسية ولا مدونات سلوك أن تتوقف في أي لحظة. ليس هناك ما يمنع توقف 4 أو 5 مؤسسات غدا أو الشهر القادم أو نهاية العام، لكن هذا أمر وارد ووارد جدا. أشكرك جزيل الشكر علي عيد، رئيس رابطة الصحفيين السوريين، كنت معنا من باريس.